أنا دكتورة ريهام عبد المنعم، مدرس الأمراض المتوطنة في القصر العيني جامعة القاهرة. حابة بس أوصل مسج صغيرة لليونج فيزيشنز عن الفرق بين الأكيوت والكرونيك هيباتيتس سي، إنه الإنفكشن باي هيباتيتس سي كان ريزلت إن أكيوت أو كرونيك ديزيز. حوالي 15% من المرضى اللي بيحصل لهم إنفكشن بالإتش سي في ممكن يحصل لهم سبونتانيوس ريزوليوشن، وتقريبا 85% هم اللي بيتحولوا إلى كرونيك patients. أهم حاجة إنه نعرف إنه لو حصل إن في شخص ما تعرض للإصابة عن طريق إنه هو تعرض لوخز بإبرة أو استخدم أدوات شخص معروف إنه هو مصاب بفيروس سي، فإحنا ممكن خلال أسبوع نقدر نعمل تحليل PCR لهذا الشخص ونقدر نعرف إذا كان هو انتقل له المرض أو لأ، لأن إحنا في الوقت الحالي حتى الإصابات الحادة ممكن كمان تتعالج وفي مدة أقل كمان من الإصابات المزمنة. أما الإصابات المزمنة فطبعا إحنا بنشخصها بأنه يكون الشخص دون مر عليه حوالي 6 شهور من تاريخ الإصابة الأولانية، بيكون عنده طبعا الأجسام المضادة إيجابية، وكذلك تحليل الـ PCR بتاعه بيكون إيجابي، وفي الحالة دي بنبدأ معاه العلاج حسب التقييم بتاع حالة وظائف الكبد والحالة العامة للشخص نفسه.